يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيانه بدرجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 27، الصغرى 19، اسكندرية 26 18، مطروح 25 17، بورسعيد 26 18، الإسماعيلية 27 17 وجوها مائل للحرارة. بالنسبة للسويس 27 18، العريش 26 17، طابة 29 20، شرم الشيخ 30 21، الغردقة 30 20 وجوها حار. بالنسبة للأقصر 29 18، أسوان 30 19، الوادي الجديد 31 18، شلاتين 30 25، حلايب 26 23 وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.